ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أصدرت غرفة الجنايات باستئنافية طنجة حكما بثمان سنوات سجنا نافذا في حق شخص بتهمة السرقة الموصوفة والتسلق لمنازل الغير، واعترف المتهم ابن مدينة بركان بالمنسوب إليه، حيث أقر بمحاولته الفاشلة لاقتحام منزل عبر تسلق جداره قبل أن يعلق في جداره، بالإضافة إلى ارتكابه لسرقة إحدى المنازل المتواجدة في إقامة الضحى بمنطقة بوخالف، وسرقة بطاقة بنكية ومبلغ 1.5 سنتيم، بالإضافة إلى سرقة دراجة نارية وجدها أمام المرآب. وكشف المتهم أمام هيئة المحكمة أنه يرتكب السرقات بسبب إدمانه على مادة الهيروين، إذ يجب عليه أن يتحصل على مبلغ 300 درهم يوميا مقابل الحصول على جرعات من المخدر المدمن عليه. وطالبت النيابة العامة من المحكمة بالحكم على المتهم ب10 سنوات سجنا نافذا نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر يونيو من سنة 2018، عندما تسلق المتهم جدران أحد المنازل المتواجدة بحي بن كيران بطريقة الرجل العنكبوت، قبل أن يجد نفسه عالقا في جدار البناية طالبا النجدة من سكان الحي الذين قاموا بدورهم بإخبار عناصر الوقاية المدنية بالواقعة، حيث سارعت إلى عين المكان لإنزال المعني عن من علو مرتفع وتقديم الإسعافات الضرورية له. وحاول المتهم في محضر الاستماع إليه تمويه العناصر الأمنية، حيث قدم لهم بطاقة تعريف أخيه قبل أن ينكشف أمره، بعدما تبين أن الشخص المعني هو موضوع عدة شكايات بالسرقة من قبل عدد من الأشخاص. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.